مشاهدينا اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامج لقاء مع ايه. في لقاء مع ايه النهارده فقرتنا هتكون فقرتين مش فقره واحده. اول فقره معانا هنتكلم عن زيت وهنتكلم عن مشاكل الشعر وحلها في الزيت اللي هيكون معانا. الفقره الثانيه هنتكلم معاكم عن التعليم عن بعد والجانب النفسي للطفل وهيكون معانا اخصائيين هيتكلموا معانا عن الموضوع ده بالتفصيل. طبعا في البدايه حابه ان انا اتكلم عن زيت فالكون. زيت فالكون الاول احنا كتير مننا عندنا مشاكل كتير جدا في بشرتنا وفي شعرنا، لكن النهارده هنتكلم عن الشعر بطريقه معينه. طبعا احنا عندنا مشاكل كتير، تساقط شعر، عندنا فراغات، عندنا مشكله ان احنا عندنا الشعر المنحول من قدام، كمان عندنا شعرنا ما بيطولش، عندنا مشاكل كتير جدا في الشعر. طبعا النهارده هتكلم معاكم عن الزيت ده هيفرق معانا جدا. زيت فالكون، زيت فالكون فيه اكتر من 13 نوع زيت، زيوت مغربيه وهنديه وباكستانيه. كتير مننا بنروح نجيب زيوت من بره، زيت واحد او نجيب مجموعه زيوت. ساعات مجموعه الزيوت اللي احنا بنجيبها دي بيكون فيها مشكله لما بنخلطهم على بعض، تحل حاجه ونختلف في الحاجه الثانيه. طيب احنا دلوقتي الزيت بتاعنا ده بيحل كل مشاكل الشعر؟ بيحل كل مشاكل الشعر. زي ما احنا اتفقنا ان احنا عندنا شعر بيتساقط، شعر فيه فراغات، شعر كمان فيه منحول من قدام، احنا هنتكلم دلوقتي بالتفصيل عنه. طيب دلوقتي زيت فالكون ده بيحل كل المشاكل دي؟ بيحل كل المشاكل دي. طب انا دلوقتي عندي شعري منحول من قدام، اعمل ايه؟ هنجيب الدرمة بتاعتنا هنشتغل بيها من قدام كده على الاماكن اللي فيها فراغات من الشعر من قدام. طبعا عندنا فراغات كتير بالذات السيدات، المشاكل بتاعت الشعر دي مش بس للسيدات، كمان للرجال والاطفال. الزيت بتاعنا ده خاص بكل الاعمار. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان شعري برضو هايش وناشف ومقصف وفيه فراغات، وكمان عندي مشكله بالذات الناس اللي هي الستات اللي بترضع، كمان المشكله دي عندهم كبيره جدا. طيب انا دلوقتي بتكلم بناء عن ايه؟ بتكلم بناء عن تجربه. ايوه بتكلم بناء عن تجربتي الشخصيه عن زيت فالكون. زيت فالكون ده من الزيوت الاصليه اللي معصوره على البارد، مصفاه بدرجه عاليه جدا. لما هنيجي نستخدمه هنستخدمه بشكل مميز، هنشرح دلوقتي مع بعض. بس الاول عايزين نعرف ايه الاسباب اللي بتخلي شعرنا يكون فيه تساقط وفيه فراغات وكمان ما بيطولش وكمان بيكون هايش. في عاملين، العامل الاولاني ان احنا يكون عندنا انيميا. طبعا في مشاكل داخليه ومشاكل خارجيه. المشاكل الداخليه دي زي الانيميا، ما بنتغذاش كويس، ما بناكلش كويس، عندنا نقص في الفيتامينات، يبقى لازم نحل مشكله الانيميا وندور على الموضوع الغذاء بقى، ناكل حاجه فيها اوميجا 3، الفيتامينات، المعادن، اهم حاجه دي معانا. طيب بالنسبه بقى للمشاكل الخارجيه، هو زيت فالكون. زيت فالكون ده من الحاجات الاصليه اللي دايما كلنا بندور على نجيب زيوت من بره. طب ايه هي الزيوت اللي موجوده في زيت فالكون؟ انا هقول لكم بعض الزيوت الموجوده في زيت فالكون، زي زيت ترشوب، زيت كاشوب، زيت المشاط، زيت الحشيشه الخضراء، كمان في زيت النخاع، كمان بيكون في امبولات علاجيه حلو جدا اللي هي بتدي على الشعر ان يكون كل مشاكل شعرك هتحليها. كمان في زيت جدايل لكل البنات اللي بتدور عليه، كمان زيت جدايل مضاد للاكسده. طيب نيجي نستخدم بقى زيت فالكون هنستخدمه ازاي. طبعا زيت فالكون احنا ممكن نعمله حمام زيت، نعمله من بالليل ونصحى الصبح نغسله عادي. طيب الاول هنقول شويه نصايح كده هنتكلم فيها عن ازاي نبقى ماشيين على روتين كويس جدا عشان شعرنا. شعرنا الاول ان احنا لما نيجي نغسل الشعر ما بنغسلهوش كل يوم بقى على الفاضي وعلى المليان، عشان خاطر فروه الشعر بتفرز زيوت، فاحنا لو غسلناه كل يوم طبعا هتمتص الزيوت دي، وبعد كده هتلاقي فروه الشعر بتاعتك هتكون جفت خالص جدا. طيب يبقى مبدئيا نغسل الشعر من مرتين لثلاثه بس في الاسبوع. خلاص هنمشي على روتين ان احنا كل 3 شهور نقص اطراف الشعر عشان نتجنب الشعر التالف المقصف اللي بيكون في اطراف الشعر، سواء من القصة سواء من اطراف شعرنا. طيب ايه تاني ممكن نعمله يستحسن لما نيجي نسرح شعرنا؟ يبقى لازم يكون بمشط خشب. ايوه
لازم بمشط خشب، وكمان السنون بتاعته تكون واسعه، ونستنى على شعرنا كده شويه لما يبدا الشعر ينشف، وينشف طبيعي، مش لازم بقى نعمل باستشوار ونبوظ شعرنا لان الكتر الحراره عليه بتبوظه وبتتلفه. طيب انا دلوقتي عملت شعري مرتين في الاسبوع، غسلت شعري مرتين لثلاثه في الاسبوع، كمان سرحته بمشط خشب، كمان استنيت عليه لما يبدا ينشف عشان ابدا اسرحه طبيعي، كمان ندور على الموضوع زي ما احنا اتفقنا ان احنا ناكل فيتامينات، الحاجات اللي هي ناقصه فبنعوضها بالفيتامينات، او ناكل الاسماك طبعا معروفه بالاوميجا 3، ونشوف موضوع الانيميا معانا عشان دي من الاسباب الرئيسيه اللي بتبدا تحسي ان شعرك بيتساقط. هندور على المشاكل دي ونحلها. طب زيت فالكون ده ايه نظامه؟ او طبعا هتلاقوا الارقام موجوده معانا على الشاشه لطلب المنتج. كمان الشركه عامله عليه عروض حلوه جدا، لو طلبتي 5 عبوات عليها عبوه هديه، كمان الشحن مجانا، ده بمناسبه راس السنه، كل سنه وانتم طيبين. كمان الشركه عامله لكم ضمان استرجاع المنتج لو حسيتي ان هو مفرقش معاكي من اول استخدام. طبيعي ان انت لما هتجربيه هتلاحظي النتيجه، زي ما اتفقنا ان احنا بنعالج الشعر المنحول من قدام. الشعر المنحول من قدام بلاش لما نيجي نسرح لبناتنا او لينا نفسنا نشد الشعر قوي لورا بتوكه، لا، حاول ان احنا ممكن كأم بقى او كبنوته ان احنا نعمل قصه واحنا قاعدين في البيت، او نجيب شعرنا على جنب، علشان خاطر شده الشعر لورا دي بتأثر على الشعر من قدام، فبتبدا نحس ان الشعر بدا يتنحل ويبدا في اماكن فراغات فاضيه من قدام وكمان من ورا. يبقى نيجي في حته ان احنا سواء بقى بنسرح الشعر بطريقه سليمه ولا لا، لازم نمشي عليها، لان طبعا لما بنسرح بالمشط الخشب وسنونه تكون واسعه ما بيتفاعلش مع الشعر زي المشاط البلاستيك، لان المشاط البلاستيك طبعا بتتفاعل مع الشعرايه، فبتبدا ان انت تحسي ان بقى زي الكهرباء كده في الشعر. كمان الشعر لما بيكون مبلول بيكون في قمه ضعفه، يعني لازم ان احنا نستنى عليه لما ينشف، ومش شرط يكون ناشف خالص، يعني نسيبه كده لما يكون مندي ونبدا نسرح الشعر. طيب زيت فالكون ده هنستخدمه ازاي؟ زي ما احنا اتفقنا ممكن تستخدميه دهان يومي، وممكن تعمليه حمام زيت، تعمليه من بالليل وتصبحي الصبح تغسلي شعرك عادي جدا، بس كده بس كده. طيب هنيجي نتكلم عن الدرما لما نيجي نستخدمها مع زيت فالكون. طبعا زيت فالكون فيه بامب، البامب ده بنشتغل بيه مع الدرما. طب هنستخدمه ازاي؟ اول حاجه طبعا احنا في كل بيت عند كل بنات، طبعا هتلاقي عند كل بنت عندها الدرما. طب انا ما عنديش الدرما، موجوده ومتاحه في كل مكان، هنستخدمها ازاي؟ اولا الدرما دي عباره عن ايه؟ عباره عن سنون بنحرك بيها على الاماكن اللي فيها اصابه. تعمل ايه؟ السنون دي بتدي اشاره للمخ ان المنطقه دي فيها اصابه، فبتبتدي تحفزها وبتبتدي تعالجها. طيب بس كده؟ لا، احنا دلوقتي معانا الزيت ده كده البامب بتاعه، احنا هنشتغل بالدرما على الاماكن اللي فيها فراغات، بالذات المنطقه القدام. بعد ما بنخلص بالدرما بنرش بالبامب على الاماكن اللي فيها فراغات، سواء من قدام او جوه الشعر. طيب انا دلوقتي هستفاد ايه؟ هستفاد ان انا حفزت المنطقه دي، وكمان استخدمت زيت الانبات اللي هيساعدنا في موضوع الشعر بتاعنا ان هو ينبت بسرعه. طبعا هو مش بس بيساعد على انبات، ولا بيساعد بس على الفراغات، ده كمان بيطول الشعر، وكمان بيعالج هيشان الشعر، لان كتير مننا كامهات عندنا اطفال بنعاني من موضوع تسريح الشعر، هو بيكون ناشف او يكون في خشونه وهيشان فظيع جدا. طبعا احنا لما بنستخدم الزيت سواء اي مشكله عندك، مش بس للانبات، مش بس للتطويل، طبعا زيت فالكون جمع لكم كل الزيوت اللي ممكن تشتريها من بره، يعني انت ممكن تشتري زيت يبقى جامع بين التطويل والتتقيل، ما بيكونش جامع بين كل الزيوت، ممكن تشتري زيت تاني للهيشان. طب ما احنا ممكن نشتري زيت فالكون جامع بين كل المشاكل اللي احنا عاوزينها، زي ما احنا اتفقنا انه بيعالج الهيشان والانبات وكمان التساقط وكمان الصلع للرجال. طبعا احنا اتفقنا ان هو مناسب لجميع الاعمار وملهوش اي مشكلة. خلاص تمام. انا دلوقتي خلصت بالزيت، وزي ما احنا اتفقنا هتلاقي الارقام موجودة معاكم على الشاشة، وكمان عاملين عروض ل طبعا الشركة عامله لكم عروض حلوة جدا، 5 عبوات عليها عبوة هدية، وكمان الشحن مجانا.
كده خلصت فقرتنا. الفقرة التانية هيكون معانا أخصائيين زي ما احنا اتفقنا، هنتكلم فيها عن التعليم عن بعد والجانب النفسي للطفل. بس حابة أنوه عن حاجة، إن كتير مننا كأطفالنا بنعاني من التنمر، ولادنا بيعانوا من التنمر، انت تخينة لا انت رفيعة. كتير كتير مننا بيجي أولادنا زعلانين من الموضوع ده. دلوقتي هنشوف مع بعض فيديو عن التنمر في المدارس بشكل حلو جدا مع أطفالنا، وهنرجع لكم بعد الفاصل مع ضيوفنا. ها 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 مناخيرك كبيرة، ها 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 بز ما تبان، بص البنت دي كربوزة تخينة، ودي مسلوعة زي أبو إيدين. لا 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 ما تلعبش معانا وما تسلمش علينا كمان، اصل انت مش مستوانا، باباك سوى وبابا بزنس مان. مفيش حد بيختار حياته، مفيش حد بيختار ديانته، مفيش حد بيختار ملامحه، ولا بيختار بابا ومامته. لو حد كان ناقصه حاجة ربنا مديله بدلها حاجات، محدش فاهم كل حاجة، كلنا 24 قران. ممكن تكون نايم في الشارع ببيع مناديل سعان وجعان، طفل لقوه على باب الجامع ملوش اب وام وعنوان. كانت عندك اي ميزه بس عليها الحمد لله، لو كانت ظروفك مش لذيذه هتتغير ان شاء الله. مفيش حد بيختار حياته، مفيش حد بيختار ديانته، مفيش حد بيختار ملامحه، ولا بيختار بابا ومامته. لو حد كان ناقصه حاجة ربنا مديله بدلها حاجات، محدش واخد كل حاجة، كلنا أربعة وعشرين قران. أيوة جدال، أيوة أنا بنت كلبوزة وتخينة، وأنا مسلوعة زي أبو وردان. أنا جودي. وأنا زايدة. وبنرفض التنمر، وياريت محدش يتنمر على صاحبه. مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيوفنا الكرام. هنتكلم النهاردة زي ما احنا اتفقنا في الفقرة التانية، التعليم عن بعد وعلاقته بالجانب النفسي للطفل. طبعا هنرحب بضيوفنا، معنا الأستاذة شهناز، أهلا بيك يا شهناز. معنا أستاذة رانيا، أهلا بيك يا رانيا. طبعا رانيا أخصائية نفسية، أستاذة شهناز معلمة رياض أطفال، منوريني النهاردة في الاستوديو. رانيا شهناز معلش عاوز أقول لك على حاجة. أنت في سن لما يجيلك طفل سن من 4 لـ5 سنوات، بتحبي ان انت طبعا توصلي له المعلومه بشكل مبسط وسهل، بتعملي ايه عشان توصلي المعلومه دي؟ عشان كل ام دلوقتي شايفانا تشوفك انت بتعملي ايه. طبعا احنا كلنا متفقين ان مرحله رياض الاطفال دي هي مرحله مهمه جدا للطفل، بتسيب اثر فيه كبير جدا حتى لما بيكبر. زي ما تقولي كده العجينه، انت لما يبقى عندك عجينه لينه وبتمسكيها، لما بتسيبيها بتسيبي اثر فيها. احنا هنعمل مع الطفل بنفس الطريقه دي، بس يا ريت احنا الاثر بتاعنا يكون اثر ايجابي. انا كمعلمه رياض اطفال بحاول اوصل للطفل بالطريقه اللي تناسب السن اللي هو فيه ده، وسن رياض الاطفال بيحب اللعب، دايما الطفل يحب اللعب، فانا احب ان انا اوصل له المعلومه بتاعته عن طريق اللعب. عندنا وسائل كتيرة زي مثلا الأغنية، القصة، نشاط زي اللي أنا
بوري لحضرتك ده دلوقتي، ده التصاعدي والتنازلي. اولياء الامور دايما بيشتكوا من التصاعدي والتنازلي، صعب على الطفل ان هو يتعلمه. طيب انا دلوقتي لما اقول له ان التصاعدي ده عباره عن سلم، والطفل يقوم شايف قدامك ان ده سلم، وتغني له الاغنيه الجميله بتاعته اللي تقولي له من الصغير للكبير طالعين طالعين يا حلوين، انا هبقى مين؟ التصاعدي. طيب من الكبير للصغير انا هنزل انا يا حلوين، انا بمين؟ انا التنازلي. وصلت له الفكره عن طريق ايه؟ عن طريق الوسيله، وسمعها كمان. فهو لما تيجي تقولي له دلوقتي طب يلا نحل المساله دي دلوقتي، يلا نكتب التصاعدي والتنازلي، فهتلاقيه بيردد الاغنيه من الصغير للكبير، فخلاص انا هبتدي بالرقم الصغير، او التنازلي من الكبير للصغير فانا هبتدي من الكبير. فدايما دايما اخلي بالي من الوسائل اللي انا بديها للطفل، لان بتسهل علينا كتير جدا لتوصيل المعلومه. طيب استاذه رانيا، عاوزه اسالك في موضوع انك يعني استاذه يعني اخصائيه نفسيه، طبيعه اطفالنا في السن ده دايما مركز على التلفزيون وعلى النت وعلى الايباد، دايما بيتفرجوا على الاطفال بقى والحاجات دي كلها مأثره عليهم، هل ان احنا ممكن نقدر نستخدمها بطريقه سليمه؟ اكيد طبعا. الموضوع بيختلف بشكل كبير جدا من ان انا اسيب الطفل طول النهار قاعد على الموبايل بيلعب جيمز. الجيمز دي اغلبها للاسف بيعتمد على العنف والسرعه، والحاجتين دولت بيعملوا لي مصيبه كبيره بعد كده. بنبص نلاقي الطفل عنيف، عمال يضرب في اخواته او يضرب مثلا في اصحابه في النادي او المدرسه، وعامل مشاكل كتير. كمان السرعه الكبيره اللي بتعتمد عليها الالعاب ديت، هتلاقي الطفل برده مع الوقت هيفقد التركيز والانتباه، تركيزه هيبقى قليل، وتيجي ماما يلا حبيبي ها اللي احنا ذاكرناه اللي احنا لسه قايلينه، لا مفيش فايده، هو مش فاكر، كانها كانت بتشرح لحد تاني. فاحنا لازم نقلل الموضوع دوت. طيب كمان في بعض الالعاب زي لعبه الحوت الازرق اللي قعدت فتره كده منتشره، ولعبه مريم، وصلت بعض الاطفال ان هيجي لها درجه اكتئاب شديده، وصلتهم للانتحار فعلا. فانا بدل ما استخدم التكنولوجيا بشكل ياثر على الطفل سلبي، لا انا ممكن استخدمها بشكل ايجابي، في ان انا ادي للطفل عليها حصه اونلاين، ان انا اعلمه مهارات تعليميه جديده. بس دي بقى نصيحه لكل الامهات، بما اننا دلوقتي بسبب كورونا، فتره الكورونا دي بنعتمد على الاونلاين جامد او التعليم عن بعد، خلي دايما الحصه بتاعتك. انا عايز اعرف بقى حته التعليم عن بعد ده ازاي نقدر نوصل للطفل وللام في نفس الوقت ان هي تقدر تعلم ابنها او بنتها عن طريق الانترنت او طريق الاونلاين. طيب هو في جزء هيبقى مسؤوليه الاهل في البيت، وفي جزء طبعا بيقع على عاتق المعلمه، وده بيجي بقى هنا دور المعلمه المحترفه. بصراحه انا مبسوطه جدا باستاذه اماني انها بتخرج دفعات كبيره جدا من المعلمات المحترفه. شكرا. الموضوع دوت استاذه اماني طبعا يعني ما نقدرش ننسى انها بتخرج لاولادنا فعلا معلمه محترفه، قادره رغم ان انا شغاله اونلاين اوصل المعلومه للطفل، قادره ان انا اخطفه، ان انا الفت انتباهه واخليه مركز معايا طول الوقت. ماما بقى دورها ايه هنا لما نيجي ناخد حصه الاونلاين؟ ما ينفعش ان احنا نبقى في الاوضه مثلا اللي بينام فيها الطفل، او في اوضه الالعاب، او اي حاجه تلفت انتباهه، لا لازم الحصه تبقى في ميعاد ثابت كل مره، وكمان المكان بتاعي يبقى ثابت عشان ندخلها. طيب في دايره الروتين. طيب بالنسبه ليكي بقى يا استاذه جهناز، هل فعلا الكورونا اثرت عليكي؟ طبعا هي اثرت علينا كلنا. اكيد اثرت عليكي في مجال عملك؟ اكيد طبعا، بس احنا قدرنا نخرج من الازمه اللي احنا فيها دي لحاجه ايجابيه. عملنا مبادره اسمها مبادره الطفل المحترف، قمنا بيها معلمات كتيره من كل المحافظات تحت رعايه استاذه اماني. طبعا من خلالها عملنا المبادره دي وبنشتغل بيها اونلاين. قدرنا ان احنا نتواصل مع اطفال كتير بطريقه سهله جدا، قدروا ان هم يستوعبوا معانا بطريقه اسهل واسرع، قدر ان الموضوع ما يبقاش فيه عائق، بيبقى فيه سلاسه بيننا وبينهم. انا بشكركم جدا، وقت انتهى معاكم بسرعه جدا. مشاهدينا الاعزاء وكده حلقتنا خلصت، اتمنى تكون نالت اعجابكم وكمان استفدتم من الحلقه بتاعت النهارده، واشوفكم على خير مع ضيف جديد في لقاء معاه.